أعزائي المشاهدين، أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات التلاتة الموافق 2 مايو واتنين أيار 2023. بالنسبة لي توقعات العشرية الأولى هتبتدي تحس بتجديد وحيوية، خاصة لما تبقى بتكتسب وبتشعر بإشارات إيجابية كتير مع محيطك. عليك إنك تبتدي في مشروعات معتمد على خيالك وإبداعك الشخصي أكتر، بفضل ثقتك في نفسك اللي بتعتبر فطرية. ممكن إنك تحصل على كل الحاجات اللي بتساعد الأشخاص اللي حواليك عشان ما تتخلاش عن الغرور. هتكون إنت النهاردة محل عون ودعم عشان تريح كل الأشخاص اللي حواليك. هتبقى مفعم بطاقة وتفاؤل، مفيش عجب لو كنت بتواجه ده بنجاح وبسرعة وبكفاءة. هتثمر نتيجة حلوة جدا فيها إعجاب كل الأشخاص اللي حواليك، هيبقى واضح وهيعزز من ثقتك في نفسك. لكن بحذرك من إنك ما تتمداش في الأهداف عشان ما تبقاش مغرور زيادة عن اللزوم. الحظ الحلو هيبقى واضح جدا وسرعان ما هيتحول لسوء حظ عندك، فخليك حذر منه لأنك أنت مفعم بحيوية حلوة. هتتمكن من أنك تتعامل مع موضوعات مهمة وهيساعدك تفكيرك الواضح عشان تنتهي من موضوع معين بنجاح. حتى في حياتك الخاصة هتتضح ليك كل الشكوك اللي كانت عندك قبل كده، وهتبقى قادر علشان تجتاز الصعوبات اللي كنت بتتحاشاها قبل كده. بناء عليه هيصلك رد إيجابي على الطريقة اللي أنت بتتعامل بيها مع كل المواضيع. بالنسبة لي توقعات العشرية التانية هتتوقف لوهلة وهتقوم بحصر كل اللي انت عشته من تجارب في الفترة الأخيرة وتعرف تستنتج منها. هتعرف توجه مسار حياتك بأكتر من طريقة إيجابية في الوقت الأمثل ده عشان تنفذ مشروعاتك الشخصية والمهنية. هيكون كل الأشخاص اللي حواليك متفهمين وهيقدموا لك الدعم، فما فيش داعي تبقى في حاجة في الخفاء في يومك ده. بالنسبة ليك طاقتك معادية للأشخاص اللي حواليك، الوقت فيها مناسب عشان تنفذ أفكار جديدة. القرارات اللي انت كنت بتأجلها لحد الآن هتكون مهمة جدا بالنسبة ليك، لكن على الرغم من طاقتك لازم متبقاش بتتصرف بتسرع، وانك تكون دايما على درية تامة بكل عواقب أفعالك. هتفكر في كل الأمور دي بعناية أكتر. بالنسبة لي توقعات العشرية الثالثة، كل الأشخاص المهمين في حياتك النهاردة هيراقبوك وهيتابعوا مشروعاتك المهنية والشخصية. عليك تستفاد من التأثر الحلو ده وتلتزم بالمهمة بثقة أكتر، وتقترح آراء كتيرة فيها وجهات نظر بأسلوب مقنع ليك، لكن في الوقت نفسه من غير مزايدة ومن غير مبالغة. الغرور النهاردة مش هيساعدك كتير، الرصانة هتبقى بتشارك بفعاليات أكتر في إنك تحقق من خلالها نتائج. طاقتك وحماستك اللي انت اكتشفتهم بشكل حديث، الوقت مناسب عشان تبتدي في انك تكتشف فرص جديدة هتؤدي لتجارب مثيرة جدا مش هتنسى، لكن هتتوخى الحذر اكتر علشان ما تدخلش في مشروعات كتيرة ومختلفة وترهق نفسك اكتر واكتر. لو حصل كل ده هتبتدي تواجه كتير من المهمات اللي مش تامة في الفترة اللي جاية، لازم تبقى هتبقى ملتزم بيها، لكن ما تتبناش مسؤوليات كتيرة في نفس الوقت. مهما كانت المغريات اللي قدامك هتبقى بتركز على كل الأمور المهمة بالنسبة ليك، ولا ممكن تعرض نفسك وصحتك للخطر وهتضغي عليك كل الأمور دي. لو قررت انك تواجهها هتبقى منفتح اكتر وتطلب مساعدة من الأشخاص اللي حواليك. النجاح هيبقى مضمون لو عرفت تركز بطاقتك على كل الطرق اللي عندك، فما تتشتتش بالمشكلات اللي بتبقى مش بتخصك.